عبد الله عفوي مجاز ممثل فكاهي مسرحي، عشنا المسرح وعشنا الفكاهة في المجتمع ديالنا في البيئة ديالنا في الدار عندنا. كان الوالد الله يرحمه كان أصلا مع جمعية الغدراء في دار الشباب الحي الحسني، كان مع داك النجوم بحال إبراهيم علي بوبكدي واختو فاطمة علي بوبكدي ومجموعة من الممثلين المعروفين. تشبعنا بالفكاهة، تشبعنا بالمسرح، تشبعنا به، درنا حنا مشينا في هذا المجال هذا، درنا المعهد ديال المدينه ديال حنا كنا اصلا مشينا للموسيقى. كان واحد المشاركات كان في دار الشباب، كانوا في مع الجمعيات، كانوا سواء فكاهيين سواء مسرحيات كيف ما كان. من بعد التحقت بالمعهد البلدي في سونترفيل، من بعد عاوتاني التحقت بالمعهد اللي في الالفه ديال الملحقه اللي هو في وهذا المعهد هذا كنا درنا فيه المسرح ودرنا فيه التخصص موسيقى، ولكن مشينا مع الاتجاه ديال المسرح، مشينا مع الاتجاه ديال المسرح والتمثيل. وبقات هاد شاركنا في واحد، من بعد شاركنا في واحد المشاركات منهم الفيلم هوب، منهم الفيلم كاميرا كاشي، شاركت في فيلم قصير دموع الابرياء. هاد دموع الابرياء كيحكي واحد القصه تاهي عندها علاقه بالطفوله، هي فيلم تربوي. الطفل ان الاب ديالو كان ماتت الام، والاب ديالو كان يعني سكير منحرف ومجموعه من الامور اللي خلاته انه كيتكرفص على ذاك الولد. غادي نتدخل انا بصفه اني واحد رجل فاعل خير وكل شيء، محتاج الطفل شديته، غادي نربيه غنتكلف به وغنحبس عليه ذاك الانسان وغنوصي عليه الوصايا ديالي، غنتكفل بالدراسه ديالو غنتكلف. هذا هو المغزى من القصه، ان فيها حماية الطفولة نفسيا اجتماعيا وماديا. الفيلم الكوري هو واحد تجربة دولية شاركت فيه، كان هو أضخم إنتاج كوري سينمائي تعمل في طنجة، بين طنجة وبين إيطاليا، بين طنجة وإيطاليا والدار البيضاء وكوريا، وغادي يتعرض في الصيف المقبل إن شاء الله، وربما يتقدم لجائزة الأوسكار. هذا الفيلم الكوري اللي كان العنوان ديالو كيدنابت، خدمت فيه في 2021، باقيين هما مشتغلين فيه، غيتعرض في الصيف المقبل إن شاء الله. والفيلم هو أضخم فيلم، كيف قلت، أضخم فيلم كوري كيتقام بشراكة مع بعض الشركات الأخرى. كانت التصوير كان يعني فيري اكسايتين، يعني اكثر من شيق، وكان رائع جدا، كان زوين. كانت هي واحد التجربه حماسيه، كانت واحد التجربه كتخليك انك كتعطيك واحد الدافع انك كتولي كتبحث على انك تمثل هذه الافلام سواء خارجيه او داخليه، ولكن الدوليه عندها واحد القيمه اخرى، لان كتشوف كيفاش داك الاهتمام، كيفاش انك هما كي احنا ما كان يعني كنفسروا انه واحد الاهتمام بالممثل لاكتر، انه عاطين واحد الاهتمام اكثر من زائد، لاصقين فيك وحاضينك، فين غادي فين جاي كيفاش، حتى انه طرات واحد الواقعه انني تعثرت في اللقطه اللي كنت خدام عليها، وقع واحد التدخل سريع انه حضروا واحد داكشي انا ما كنفهمش طبيا، ولكن واحد الالات طبيه داروا الراديو في اللحظه انيه يعني سير بلاس بالثروه دي، شافوا المسائل ملي ما لقاو حتى شي اثار او شي حاجه سولوني واش ما كاينش مشكل او لا نروبورتي العمل مره اخرى. قلت لهم لا مستعد ما كاينش مشكل، غير واحد توعك خفيف ظريف. داروا لي واحد الباندا صغيره وتابعنا التصوير. غنقولوا هذه اللقطه ماي رول، يعني كان فيها خاصني كنت انا واقف كنصلح في كنريباري في السياره، غادي تدوز من حدايا في ديك اللحظه اللي غادي تدوز من حدايا، غادي تدوز من حدايا السياره طاكسي، لانه التمثيل هذا الفيلم هذا معمول في سنه 1986، يعني معمول يعني البلاطو اللي كاين تماك على شكل لبنان، لانه لبنان كانوا في هذه السنه كانوا وقعوا فيها سرقات
يعني اختطافات ديال الدبلوماسيين، وهنا كاين اختطاف ديال واحد الدبلوماسي كوري وغادي يحاولوا ينقذوه يعتقوه. اللحظه اللي داك الطاكسي مختطف داك الدبلوماسي الكوري، انا كنصلح في السياره غدوز مع دي السياره ديال الطاكسي من حدايا بواحد السرعه خياليه، تابعها البطل، البطل غادي كيجري غادي يوقف. اللحظه اللي هي ستوبت غيشوف انني راه بارك خدام، كتبان لي السياره خاصو باش غيتبع، غيتبع بالسياره ديالي اللي كنصلح فيها، غيغلق لها الكابو غادي يديماريها وغادي يتبع. انا اللحظه اللي غادي نشوف اي واز فيري فير، غنخاف بزاف، غنتخلع، غنهرب. الهربه اللي غنهرب، انا زدت واحد اللقطه من عندي، اللقطه اللي زدتها وتعمدت انني نزيدها، لانني بحكم ان الكوريين هما فيهم واحد المسحه ديال 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 الفكاهه، ما داخلاش في هذا الفيلم، انا حاولت ندخلها. اش درت؟ اللحظه اللي غادي نهرب غنلوح الصباط، غيتهز الفوق وغينزل. وقفوا اللقطه وبقاو كيضحكوا، ما حتى انه الضحك ديالهم تسمع، خاصهم دابا ولا اوبليجي انهم يحبسوا الضحك، اوبليجي خصهم شي وحدين غادي يبعدوا ويخليوا تسجيل عن قرب، والاشخاص غيوليو بعدين ولا غيشوفوا كيفاش يديروا تيسكتوه. عيطوا للمخرج والمساعد ديالو، نزلوا في دوك الكواد ديالهم حيت نزلوا من فوق، لان كاين بحال الجبال تماك والبلايص اللي كنمثلوا فيهم، جاي يجري يجري، شاف اللقطه خدموا عليه، شافها اسكت مي، واش انت درتيها يور سيلف؟ واش درتيها غير انت سبونطاني من تلقاء نفسك؟ اولا الصباط فعلا تلاح ديال بصح؟ قلت لي لا اي دو ات ماي سيلف، قلت لي درتها لراسي. قال لي تقدر تريبيت تعاود اللقطه؟ قلت لي اي كان، قلت لي اي كان دو ات. اش درت؟ فعلا انا باش عطيتهم، باش عطيتهم الدليل باللي راه انا درتها نفسيا، لان الصباط متني من جهه القدم باينه، ما يمكنش تتلوحو هو ملبوس، خاصها فيها خدمه. المهم السيد يقول لي، قال لي عاودها، قال لهم خليوا هذه اللقطه، وجاو كيصوروا في الصباط وصوروني انا، وعاودت اللقطه وعاودت اللقطه. حنا التمثيل هذا، هذه اللقطه هذه بوحدها اللي معطياني انا شحال غادا تشد في هذه الوقت اللي عندي انا، غتبدا من 6 الا تعطلت، هذه ديال العشيه، الا تعطلت غتسالي مع 10. هي ملي زدت اللقطه ديال الصباط ما سالينا حتى الوحده ديال الصباح. اللحظه اللي كنلوح الصباط كيجيو كيصوروا لي سيري ديالهم، كيصوروا فين محطوط الصباط، كيحاولوا يقدوه في بلاصتو، كيصوروا هذوك اللقطات. انا زدت عليا لقطات، هذوك اللقطات اللي زدتهم ولا الصباط مشهور اكثر مني انا، فيري فيموس. هاد الفيلم كانوا معايا ابطال معروفين، هما ابطال ديال المسلسل كينغدم، الا دخلت عليه غادي تلقاه، وبطلين معروفين، وانا ما حافظش التسميه ديالهم، راه غادي نتلفها، جبتهم معايا في ورقه. هان جونغ هو، والاخر جوجي هو، كيفاش كينطقوها مع جوجي شون ولا ما عرفتش كيقولوا لها، والاخراج راه ديال واحد العملاق مخرج معروف عندهم هما في كوريا، كيقولوا لي كيم سيونغ هون، شنو هي الله اعلم، المهم راه سميه كيم سيونغ هون. هو الفيلم كان في واحد الجو احترافي جدا، لانه لاحظنا انه كان الدعم من التقنيين، وتقنيين مغاربه ما شاء الله عليهم، يعني ما غاديش لا نبخس الناس اشياءهم، زعما ما شاء الله عليهم، وكانت القوات، وكان الدعم من جميع الجوانب، وكان زعما واحد سيبورتين بزاف بزاف، وداك الشيء داز في واحد اجواء رائعه حماسيه جدا. كاينين اللقطات دابا مخايدينهم الناس عن بعد، خايدين اللقطات وصيغه الاعجاب في دوك التعاليق اللي كيلوحوهم دابا، صيغه الاعجاب بواحد القوه. حنا حتى في سميتو كتسولني على كيفاش كتشوف التلفزه المغربيه او السينمائيه المغربيه، راه لا يستهان بها ما شاء الله، هما كاين فنانين موهوبين، كاين فنانين احترافيين، كاينين، وكاين واحد طفره النوعيه اللي باينه دابا، وكل الكم
الكم ديال الفنانين، الكم ديال الافلام، داكشي حماسي. الوزاره كتدعم، لانه هاد القرارات اللي كتخرج بهم او الامور اللي كتعمل حاليا كلهم في صالح الفن وفي صالح السينما، في صالح التلفازه، خصوصا بحال كمثال كنقولوا البطاقه المهنيه، الكارد ديال الفنان، اكثر كارد حاليا يعني ولاو كيلقاو كيسهلوها الفنان، بحال الحقوق المجاوره، بحال بزاف الحوايج الا بحثتوا فيهم غادي تلقاهم نيت كاينين، لان الوزاره مدعمهم واقفه معاهم، وهذا الشيء يشرف، هذا الشيء يشرف الساحه الفنيه. ومازال ان شاء الله الرحمن الرحيم كنتمنوا الاحسن في الاحسن، ونتمنوا حنا نكونوا في طليعه الفنانين في القادم ان شاء الله. وهذه هي المتمنيات، ونطلبوا من الله يسهل على كل واحد.